اكتوالي نبدا من الاخر بما بالباقي استخلاصه، لانه كاين واحد المجموعه الاشكالات اللي طرحها الباقي استخلاصه. يعني تقريبا كل مره كنجيو للبرلمان ولا مجلس المستشفي كنذكروا على نفس الموضوع، وفي الدورات الجامعه الترابيه نفس الموضوع كيتد. يعني كاين واحد النوع ديال سميتو على هذا الباقي استخلاصه. اي باش نتفاهموا مزيان علاش كنهضروا اليوم على صعيد جامعه الترابيه ككل في بلادنا، الباقي استخلاصه كيبلغ 43 مليار ديال الدرهم. هاد 43 مليار ديال الدرهم اقصى ما يمكن حقيقه استخلاصه ما كيوصلش 10 مليار درهم. يعني 33 مليار درهم يستحيل انها شي نهار يمكن تدخل لعده اسباب يمكن نذكروا فيها الى اخره. واش خصنا نخليوها بحال ديما باقي استخلاصه كينوض عليها صداع في جامعه الترابيه وكين الدردوره ما درتش خدمتك درتي خدمتك لا لقيتها المجلس السابق الى اخره، ولا خصنا نتحلوا بالشجاعه واحد النهار ونقولوا هادو نحيدوهم باش يمكننا نخدموا على واحد الاطار اللي هو. وزاره الداخليه مستعده لاي سميتو بطبيعه الحال كنحتاجوا قانون لاجل باش يمكننا نلغيو هاد 33 مليار درهم، كنحتاجوا القانون. كنقول لكم راه ماشي حيت فلوس اللي مشات ولا لا، حيت لعده اسباب ما يمكنش يتم الاستخلاص ديالها. يا اما هذوك الناس اللي عليهم الضريبه ما بقاوش كاينين، يا اما الضريبه كانت غلط وما تم الى اخره، ما ندخلش تفاصيل. لهذا هذا باقي استخلاصه خصنا كاملين بينا كحكومه وكمجلس النواب ومجلس المستشارين نتحلوا بشجاعه باننا نحلوا هذه الاشكاليه بواحد الاطار متفق عليه باش ما يبقاش كاين واحد النوع المزايدات على هذا باقي استخلاصه اكثر مما هو حقيقي.